نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر اليوم قافلة طبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور تامر مرعي إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وبصرف العلاج لعدد 129 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وبصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.